أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية ناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا موجودين داخل مطعم التاج الملكي للوجبات الصحية، ومعانا الكابتن طارق راشد السعيد. أهلا وسهلا بك كابتن طارق. أهلا يا مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيك. كابتن طارق، عايزين نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين من كابتن طارق وكيف كانت حياتك العملية داخل دولة الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله. أعرفكم علي، أنا كابتن طارق الزعابي، لي مجال في لعبة بناء الأجسام والوجبات الصحية، عندي خبرة يعني في هذا المجال، وأنا لاعب، كنت لاعب في بناء الأجسام وفي نفس الوقت مدرب، وأنا تقريبا عمري يمكن 18 سنة في هذا المجال أدرب وأشارك بطولات، وخدت عدة بطولات، من أبرز البطولات يعني بطولة الإمارات، بطولة العرب، وبطولة آسيا، وبطولة العالم. فبعدها بفترة فتحت لي جيم، اتجهت المجال اني انا اسيطر يعني على التدريب، ولها اكون انا الجيم الي وكل شيء الي، اكون احتضر المكان. فبدأت شوي شوي اجهز لاعبين وارتب وادخلهم بطولات فاستوت في عندي مشكلة في الاكل، اللاعبين الاغلبية يعني ما يعرفون يسوون اكل الدايت، يحضرون اكل الدايت، لو بيسوي لك اكل الدايت ما في اللذة يعني، عشان انه يقدر ياكل في اليوم 5-6 وجبات، يعني بياكل وجبة الوجبة الثانية بالغصب. فاشتغلنا احنا على الوجبات، قمنا نراويهم يجربون الاكلات، فاستانسوا الشباب من الوجبات، فقلت افتح مطعم انا. فتحنا مطعم وشوي شوي 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 طورنا الاكل والحمد لله ومشت الامور. طيب حضرتك برضو كنت خبرتني قبل الحلقه ان انتوا برضو عندكم بروتينات، يعني ما شاء الله حضرتك متخصص في الاكل الدايت والاكل الهيلثي وكمان الحاجات الخاصه بكمال الاجسام والبروتينات، عندكم خدمات كتيره. احنا بقى هنا كمطعم التاج الملكي، شو الخدمات اللي انتوا بتقدموها بالظبط؟ يعني لو حد عنده عايز يعمل دايت انتوا بتوفروا له بروجرام؟ انتوا عندكم سندوتشات اكلات خاصه؟ خبرنا وخبر السيده المشاهدين اكتر عن الموضوع. شوف انا قبل لا اسوي هالاشياء انا عندي شهايد يعني في التغذية، في المنشطات، في التدريب، وأني بطل. والوجبات احنا ناخذ على يعني هيئة الجسم، يعني اللي عنده فات، اللي يك ضعيف، اللي يبي يزيد وزن، فكل واحد لنا برنامج له ونتابع في هذا البرنامج، كل شخص له برنامج يعني أخصص له. أنا من كنظريتي يعني كمدرب أشوف هيئة الجسم وأخصص الوجبة اللي محتاج لها الجسم. وفي عصاير بدل ما يروح يعني يشرب له الكولا والبيبسي والاشياء هذه، احنا ندخل له عصاير صحيه يعني. وفي عصاير للرجيم، انا الجري فروت الاشياء هذه. اوكي، دي الحاجات اللي انتم متخصصين بيها داخل المطعم. طيب سيدي الكريم، شو اللي بيميزكم عن باقي المطاعم الهيلثي او المطاعم الصحيه الموجوده داخل الدوله؟ اكيد كل مطعم بيبقى عنده حاجه مميزه، انتوا ايه اللي بيميزكم عن باقي المطاعم؟ يعني يمكن الميزه اللي عندي انا يعني عندي اغلب الوجبات تكون دايت 100%، ما فيها لا سوسات ولا فيها الاشياء هذه، تكون 100%. طب انت كمان قلت لحضرتك عندك شهادات وقلت لي انت بتشرف على الاكلات بنفسك. أيوة. حضرتك كبطل كمال اجسام مش كمدرب بس، اكيد ليك نظره وانت بتحط الوجبات بيبقى ليك تخصص فيها، بتعمل حاجه، فعرف الشده المشاهدين عن كده. يعني شوف انا شو بقول لك، لاعب بناء الاجسام اذا بيرتب لبطولة فلازم تكون وجباته 100%، ما فيها السوسات، ما فيها الأشياء هذه، لأن أنا لو أكلت الأكلات الهلثية أنا بتعب، أنا اللي بتعب، يعني المدرب بيتعب. أما الناس الثانيين أصحاب الرجيم أصحاب الها أدخل لهم شوي هلثي، شوي دايت، شوي هلثي، عشان شو ما يمل من الأكل يعني. يعني نقدر نقول اللي بيميزك عن باقي المطاعم ان حضرتك متخصص في الاكل الهيلثي وكبطل كمال اجسام، فانت عارف تدي لكل واحد سعرات، كل واحد شو السعرات الخاصه بالاكل، السعرات الحراريه، نسبه الدهون الطبيعيه اللي بندخلها، الاشياء هذه. السلام
اللاعب عبد العزيز قحطان الشحي، بطل العالم وبطل اسيا، وعندي مجموعه من بطولات في دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا نحن حاليا متواجدين في مطعم التاج الملكي، ونحن مستعدين نقدم كل الجاهزيه للاعبين او الكاستمر اللي راح يجونا، نقدم لهم عن الوجبات، نعرفهم كيفيه الوجبات، متى يستخدمونها ومتى ياكلونها، وجبات الكارب كيف تكون، مثلا واحد يبي يزيد وزن، في انقاص وزن، في بعد لواحد يبي يحافظ على وزنه، فنحن نهتم في الاشياء. وفي حال تبون تتواصلون يا الكابتن طارق، ترى موجوده ارقامه في كل افرعه الضيت والمعموره والرمس. السلام عليكم، أعرفكم على نفسي، وياكم علي اللوشي، مشرف مطاعم التاج الملكي للوجبات الصحية. طبعاً نحن نهتم بالمشتركين اللي عندنا من ناحية تقديم أفضل أنواع الوجبات الصحية، ونهتم بصحة الناس أيضاً، لأن الوجبات الصحية تقريباً مهمة جداً للصحة. وأيضاً أنا مشرف عليهم من ناحية النظافة، نهتم في النظافة ونهتم بالتعقيمات، تعقيم المطعم من ناحية النظافة والكمامات بشكل عام. فنحن نتابعهم أول بأول بخصوص هذا الموضوع، لأن نحن نهتم في الوجبات الصحية ونقدمها للناس بأفضل صورة بأفضل جودة. وعندنا جداول يعني مخصصة للناس اللي يبون ينقصون من أوزانهم واللي يبغى يزيد من وزنه، يعني على حسب هدفه. يعني عندك هدف تبغى توصل له، لازم يكون عندك جدول غذائي معين، جدول غذائي معين لتوصل للهدف اللي أنت تباه. يعني ما يصير يعني هدفك مثلا تخسيس، تروح على نظام غذائي يزيد من وزنك، فانت مش مستفيد من الموضوع هذا. فنحن عندنا من واجبنا نحن، انا والكابتن طارق الزعابي طبعا، نسوي جداول للناس على حسب اهدافهم، ونهتم في هذا الموضوع جدا، لان الصحه مهمه جدا للرياضيين اللي يمارسون الرياضه، من ناحيه رفع الاثقال، من ناحيه الجري، من ناحيه اي رياضه كانت، يعني التغذيه مهمه جدا. المستقبليه اللي انتم حاطينها لاليات تطوير العمل؟ والله احنا الحين حاطين خطه ان شاء الله بعد رمضان، يعني نحاول نزيد تقريبا 20 وجبه وتكون مش هلثيه، دايت 100%. يعني انا اخطط احاول شوي شوي الغي الوجبات الهلثيه، اخليها كلها دايت. طيب انتوا فروعكم وليكم كم فرع في راس الخيمه، وهل في خططكم المستقبليه تكونوا موجودين داخل دوله الامارات بالكامل؟ والله انا الحين حاليا عندي 3 افرع في راس الخيمه، منطقه الرمس والمعموره والضيط، وان شاء الله قدام نحاول نفتح في كل اماره واحد، في كل اماره واحد. بس ابغى احط الخطط اللي بمشي عليها الحين، الاكلات اللي بضيفها، وبعدين ان شاء الله في خطه قدام. اخو التوفيق سيد طارق ان شاء الله. طيب اكيد قصه نجاح مميزه زي دي كان ليك حد يشيك في النجاح، ممكن نتوجه ليك كلمه شكر؟ شوف، اشكر اول شيء اخواني واهلي، واشكر اصدقائي الشباب اللي في الجيم والابطال اللي معاي يعني في الجيم، وفريق الزعابي تيم، سواء من الجيم ولا من برا الجيم، من الاماره ولا من خارج الاماره، والكاستمر اصحاب الناس اللي مواظبه على اكل المطعم، وكل الاخوان. واحنا بدور ما كابتن طارق نشكر كل شخص كان داعم ليك في فتره حياتك العمل. طيب كابتن طارق، اكيد احنا في دوله الامارات بنلعب بلعبه الامن والامان داخل الدوله. شوف يعني لك، شوف انا كشخص وفرد من افراد دوله الامارات العربيه المتحده، الحمد لله على نعمه الامن والامان،
واشكر شيوخنا ما مقصرين معنا باي شيء، سواء من كل انواع النعم والخير يعني، ما مقصرين ويانا ومتساهلين في كل الامور يعني، مسهلين لنا كل الامور يعني. يعني لو بعد لك ما بخلص، الحمد لله متساهلين ويانا في كل الامور. الله يحفظهم امين. وينعم عليها بنعمه الامن والامان. في نهايه حلقتنا احنا تشرفنا بحضرتك جدا، كان معانا ومعاكم سعاده الكابتن طارق رشدي السعادي من داخل مطعم الدادي الملكي للوجبات الصحيه. شكرا لحضرتك. الله يخليك، شكرا، واشكركم واشكر كل الاخوان وما قصرتوا وجزاكم الله خير، واشكر اذاعه العين. واحنا بنشكر الله يخليك. في النهايه بنشكر سيادتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في امان الله. جزاك الله خير، شكرا. السلام عليكم.